عبر من فوق هذه الشعالات وأكد بأنهم هي ما تحرق. معقولة إذا هذه مواد سريعة الاشتعال لهالفترة الطويلة ما لقت شرارة خلال هذه السنوات كلها؟ أول تعليق لسيادتكم سيدنا حول قرار اللجنة التحقيقية بأن وصفتم هذه التحقيقات بالمخجلة، على ماذا استندتم بهذا التوصيف؟ مجريات التحقيق اللي صارت والتقارير اللي صارت حقيقة ما كانت أبدا بالمستوى المطلوب. نعم. والكلام اللي قلته أنا أنه فعلا هذه التحقيقات كانت مخجلة، ما هي بالمستوى؟ نعم. ما كانت بالمستوى، راح أوضح لك ليش ما كانت بالمستوى. نعم. المطلوب اللي نحن ردنا، أول شيء كانت بالتقرير بعض من أو توصيات اللجنة، كان أكو بعض توصيات اللجنة كلام غير دقيق يصدر من تقرير بحجم هذه الكارثة اللي هزت العراق وهزت العالم. نعم. اللي هو عدد سيارات الإطفاء 21، وهذا العدد كان مبالغ بينه جدا، هذه مسألة غير صحيحة. ثاني شيء بعد ما أنهى التقرير الجنائي بحث الأدلة الجنائية صار سؤال لهم هل أكو شيء بعد، قالوا لا خلص أنهينا البحث الجنائي وغادروا. نعم. بعد ما غادروا بعض من الشباب دخلوا إلى القاع وشافوا ثلاث جثث. زين، ممكن نقول أنه البحث الجنائي ما هي شغلته أن يدور على الجثث، تمام. نعم. زين، ليش ما بلغوا الإطفاء؟ ليش ما بلغوا الشرطة؟ قالوهم بأنه نحن لقينا جثث. نعم. فإذن أي نظام من البحث هذا كان؟ هاي مسألة. مسألة ثانية، كان أكو غرفتين بالقاعة ما مفتوحين، زين شلون بحثوا عن الأدلة الجنائية؟ يعني تخيل بأنه البحث الجنائي ما افطر على القاعة، ما دقق، ما عمل أي شيء بها، وهذا الشيء يدل على أنه البحث الجنائي ما كان دقيق. هذا كلام مو هو كلامي فقط، هو كلام الأهالي، أنا كي أسمع من الأهالي، لأنه أنا ما متواجد في القاعة ولكن أنا متواجد في الكنيسة لاستقبال التعازي، فالناس كي توصل لي المعلومات لحظة بلحظة. فكثير من الأمور اللي صارت هي أمور غير دقيقة. إضافة إلى ذلك، وأتمنى أكيدا هذا الكلام راح يسمعوه الجميع، أكيدا أنه الكلام اللي صار بأنه عرض أنه فقط كانوا كاميرتين فقط كي تشتغل، بينما لو تقرأ أستاذ أنه التعليقات اللي صدرت أكو ناس تأكد أنه دخلوا على غرفة الإدارة اللي كانوا حاضرين بالعرس، دخلوا على غرفة الإدارة ما أعرف إيش كان عندهم شيء، وأكدوا بأنه شافوا أنه كل الكاميرات كانت تشتغل، لأنه لاحظوا بشاشة التلفاز بأنه كل الكاميرات كانت كي تشتغل. زين، شلون التقرير يقول فقط كاميرتين؟ وين بقية الكاميرات؟ هذه مسألة. مسألة الأخرى اللي كان أيضا تقرير حكى بها، أنه قال أنه القاعة مبنية بمواد سريعة الاشتعال. هذه القاعة صار لها مبنية فترة طويلة، معقولة إذا هذه مواد سريعة الاشتعال لهالفترة الطويلة ما لقت شرارة خلال هذه السنوات كلها طالما هي سريعة الاشتعال؟ فإذا أيضا هذا السؤال يجب على كان على القائمين على هذا العمل الإجابة عليه. إضافة إلى ذلك، قيل بأنه هذه هي أول مرة أن يقومون بإشعال هذه ما تسمى بالشعالات، وهنا عندنا تعليقين عليها. أول شيء، حسب الأهالي يقولون أنه هاي مو هي أول مرة يقومون بإشعالها. والشيء الثاني، المصور اللي كان حاضر في القاعة في نفس الليلة، يعني ممكن أيضا كان يستدعى أو تأخذ شهادته، عبر من فوق هذه الشعالات وأكد بأنهم هي ما تحرق. زين، كل هذه الأسئلة وكل هذه الأمور كانت مطروحة، واليوم هي مطروحة في الشارع. للأسف اللجنة ما جاوبت على هذه الأسئلة، لهذا كان التقرير كلش ضعيف. طيب. أفهم أنا أنه بسبب الرأي العام وبسبب الإشكاليات يمكن وبسبب السرعة أرادوا فقط أن يطلعوا أي شيء حتى يهدي من الناس، ولكن كنا نتمنى أن يكون هناك جدية بعد أكثر وأكثر بهذا القرار.